لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. النهارده احنا هنتكلم عن الصياغه القانونيه. تمام، ايه هي الصياغه القانونيه؟ يعني انتوا لما بتسمعوا الكلمه دي بيبقى ايه في مخيلتكم؟ يعني ايه المعنى؟ اللغه اللي بيكتبوا بيها يعني القوانين. تمام، طيب الصياغه في اللغه معناها اصلا البيان. تمام، يعني انا لما اجي مثلا اتكلم عن الصياغه القانونيه، تمام، ايه دورها اصلا في القانون؟ تمام، هي بتعمل لي ايه؟ يعني انا كسائق، انا هعتبر نفسي سائق وهبتدي اتعلم الصياغه القانونيه، ايه اول حاجه هبقى عايز اعرفها عن الترم او المصطلح ده؟ معناها هي بتعمل ايه؟ يعني انا عندي ماده خام او ماده اوليه، جينا مثلا في بلد زي مصر ولقينا ان في اعمال ارهابيه كثيره جدا، واقرينا كلنا او الناس المتخصصين بقى بالتشريع او بالصياغه ان احنا في حاجه الى قانون ينظم الاعمال الارهابيه دي او يعني يحاربها او يردعها او ما شابه. يبقى انا عندي ماده اوليه اللي هي المعلومه، انا عندي هنا العلم. العلم علمت كسائق او كهيئه تشريعيه ان انا عندي مشكله محتاج لها قانون. تمام، يعني هنا عندي العلم. دور الصياغه بقى تحويل الماده الاوليه اللي هو العلم ده الى قاعده قانونيه. تمام كده، يعني انا في بلد زي مصر زي ما قلنا من شويه عندنا مشكله، عندنا اعمال ارهابيه كثيره جدا، فالعلم عندي ان انا محتاج قانون للارهاب. الصياغه هي هتحول لي الماده الاوليه او الماده الخام دي الى قاعده قانونيه. هنشوف مع بعض الكلام ده بامثله هتوضح لنا الكلمه. طب دور الصياغه اصلا ايه؟ تنظيم الدول وتيسير فهم قوانينها وانظمتها. هل انا لو ما مصيغتش القوانين دي هيبقى خلاص انا عرفت ان انا محتاج قانون؟ علشان اخلي في قاعده الناس تلتزم بيها لازم اصيغها، لازم يبقى في بيان، لازم يبقى عندي قواعد حاططها علشان الناس تبتدي تلتزم وعشان اقدر اطبق القواعد دي. تمام، فهي الصياغه دي هي الاداه اللي بتعين على تحقيق الغرض من التشريع. انا عندي تشريع لازم اصيغ علشان اقدر احقق الغرض ده. تمام، بمجموعه من القواعد. يبقى انا بحط من خلال القانون مجموعه من القواعد اللي انا ببسط لكم الدنيا على اساس احنا مش محتاجين اكتر من كده، احنا في الترجمه محتاجين بس نفهم كل شويه في الصياغه القانونيه ايه في الصياغه القانونيه. طب ايه الصياغه القانونيه دي؟ هي البيان، هي القواعد اللي بتتحط من خلال ماده خام عندي هي العلم بان انا محتاج قانون فخلاص لازم اصيغه. تمام كده، يبقى الصياغه القانونيه تعريفها ايه؟ تحويل الماده الاوليه التي يتكون منها القانون، تحويل الماده الاوليه التي يتكون منها القانون الى قواعد عمليه صالحه للتطبيق. تمام، يعني انا عندي قانون زي ما قلنا، بشرح تاني بعيد علشان الحاجات دي بتخش في دماغنا احنا كمترجمين بسهوله. تمام، عندي ماده اوليه بحولها لقواعد عمليه صالحه للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغايه التي يفصح عنها جوهر. تمام، هو مش عايز يعرض هنا فخليكم انتم مركزين معايا بس. تمام، طب ايه هي اصلا القاعده القانونيه دي؟ انا كده قلت ان انا عندي علم، انا عرفت ان انا عايز قانون للارهاب وخلاص هعمله، هصيغ القانون ده يطلع لي قواعد. طب القاعده القانونيه دي عباره عن ايه؟ القاعده القانونيه بتتكون من عنصرين، عنصر العلم وعنصر الصياغه. تمام، ان انا عرفت ان انا عايز قانون فعملت ايه؟ فصيغت القانون. تمام، عنصر العلم بيتعلق بايه؟ جوهر القانون. ايه هو جوهر القانون ده؟ يعني انا دلوقتي زي ما قلنا القوانين، ايه الهدف من القوانين اصلا؟ الهدف من القوانين ان هي بتنظم لنا حياتنا. الهدف من القانون ان هو بينظم حياه الانسان، بيضع عليه واجبات، بيعرفه حقوقه وبيعرفه التزاماته، ده الهدف من القانون. تمام كده، زي ما قلنا هنقول مثال تاني. نفترض مثلا ان ظروف دولة ما ادت الى الحاجة الى قانون يمنع الشغب.
تمام، او يمنع تبادل الانشطه التجاريه مع دوله ما. احنا دلوقتي في مصر مثلا هنقول ان احنا خلاص قررنا ان احنا ما نتعاملش تاني مع اسبانيا، تمام، دي ده العلم، انا كده عرفت ان انا مش هتعامل مع اسبانيا تاني في انشطه تجاريه، تمام، ده جوهر القاعده القانونيه، اساس القاعده القانونيه ان انا مش هتعامل مع اسبانيا، مش هيبقى في بيني وبينها تبادل في الانشطه، تمام، هصيغ بان انا هخرج المضمون ده للناس في شكل قانون، تمام كده. تعالوا بقى ناخد مثال يوضح لنا ايه الكلام ده. citizens of Egypt shall not trade with Islam states. تمام، يحظر على مواطني مصر ماشي التعامل او التبادل التجاري مع اسبانيا. اسبانيا، تمام، يبقى انا عنصر العلم يا جماعه خلاص احنا مش هنتعامل مع اسبانيا تاني، القاعده القانونيه يحظر على او لا يجوز يحظر على مواطني مصر التعامل او التبادل التجاري مع مثلا سيتيزنز اوف اسبانيا او رشا. خلاص يبقى دي انا كده صغت اللي انا هي الجوهر نفسه جوهر القانون صغته في قواعد زي دي، تمام كده. في حد حاسس انه في اي حاجه مش مفهومه؟ احنا ما قلناش اي حاجه اصلا لحد دلوقتي، احنا كل اللي عملناه عرفنا الصياغه وقلنا ايه دورها وجبنا مثال عليه، كل ده مفهوم تمام. ايه اهميه الصياغه القانونيه؟ واحد، فهم اراده المشرع وتفسيرها. اول حاجه اهميه الصياغه القانونيه ان انا ده المشرع هو عايز يعمل قانون، طب ايه ارادته من القانون ده؟ يبقى فهم إرادة المشرع وتفسيرها. اثنين، معرفة متطلبات القانون من الحقوق والالتزامات. معرفة متطلبات القانون من الحقوق والالتزامات، زي ما قلنا القوانين بتعمل على تنظيم الدولة، بتعرفني حقوقي والتزاماتي، تمام؟ التنفيذ الأمثل لأحكام القانون، ما هو من غير صياغة مظبوطة، من غير صياغة دقيقة، من غير صياغة محكمة، القانون مش هيتنفذ صح. نتخيل ان مثلا السائق كتب اي حاجه فيها لبس او غموض، زي ما بنشوف مثلا في الثغرات القانونيه او في الحاجات دي، هما بيشوفوا الصياغه نفسها يعني ايه اللي مش واضح فيها، وهنشوف دلوقتي برضو مع بعض امثله توضح لنا. اتفضل يا اوكي. توضح لنا ضروره فهم اللغه نفسها علشان السائق يقدر يوصل الرساله ويقدر يحدد الحقوق والالتزامات، تمام؟ بالطبع، والمثال اللي هديهولك بعد شويه هيوضح لك ازاي، تمام. تضييق معدلات نقاط الخلاف حول مقتضيات النص تفسيرا او تطبيقا، اهو شوفي الكلام ده، تضييق معدلات نقاط الخلاف حول مقتضيات النص تفسيرا او تطبيقا، يعني لما تبقى الصياغه محكمه ودقيقه. عليكم السلام، ازيك الاخبار؟ الحمد لله تمام. لما تبقى الصياغه محكمه ودقيقه ده بيخلي النص ما فيهوش لبس، ما فيهوش مساحه للتلاعب، تفسيره معروف اصلا ومفهوم، مش محتاج تفسير كتير، وبالتالي تطبيقه بيكون اسهل، تمام. طيب احنا المفروض ان احنا، انت بتقولي ما بتعرفيش تصيغي كويس، انت علشان تبتدي تصيغي اصلا لازم تفهمي، وعشان تبتدي تفهمي لازم تعرفي ايه هي عناصر الجمله القانونيه. عناصر الجمله القانونيه، أنا عندي في الجملة فاعل قانوني وفاعل قانوني، دول أول حاجة بدور عليهم. هل أنا بتجيلي الجملة في العقود أو الملفات اللي بترجمها بس فيها فعل قانوني أو فاعل قانوني؟ لا، كبيرة جدا وفيها عبارات مقيدة للمعنى وفيها كلام كتير في النص وفيها، تمام؟ لكن أنا اللي يهمني عشان أفهم الجملة فين الفاعل القانوني وفين الفاعل القانوني؟ تعالوا مع بعض نشوف مثال.
حد يبص في الجملة دي ويشوف لنا المعنى. The employer appoints the employee as the company's manager. سياقة سريعة. مديرا للشركة. تمام؟ يعين صاحب العمل الموظف مديرا للشركة. فين هنا الفاعل القانوني؟ صاحب العمل. يبقى انا عندي الفاعل القانوني هنا صاحب العمل اللي هو employer. فين بقى الفاعل القانوني؟ مش بس هو الفاعل الفاعل يعين ايه؟ صاحب العمل. الفاعل القانوني يعين الموظف مديرا للشركة. ده اسمه الفعل القانوني الكامل اللي بيشمل الفعل والمفعول به والحكم القانوني. الحكم القانوني هو ايه؟ التعيين. تمام؟ نعم سويتش بس للفعل والفعل. سوري. ده فعل قانوني. خلينا نقول دي فعل عشان بس دي فعل. تمام؟ اوكي كده؟ مفهومة دي؟ يبقى أنا مش محتاج من الجملة اللي قدامي مش محتاج يعني أنا هرمي الباقي لا بس أول حاجة بتيجي على بالي لما أشوف الجملة عشان أقدر أصيغ صح إن أنا أدور على الفعل القانوني والفعل القانوني. تمام كده؟ وصلت للفعل القانوني والفعل القانوني فأنا كده هقدر أصيغ الجملة وأرتب كل الحاجات اللي جواها بسهولة شديدة. تمام؟ مفهومة دي؟